مشاهدين نشرة الأحوال بآخر الأقمار الاصطناعية التي أشارت خلال ساعات نهار هذا اليوم بوجود بعض التكونات الركامية الرعدية الممطرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، كما ظهرت كميات من السحب العالية في بعض قادمة من بحر العرب وهي غير ممطرة. على الجانب الآخر، هبت رياح نشطة في المناطق القريبة من الإحساء وعملت على تشكل موجات غبارية كانت كثيفة بعض الشيء، ومع ساعات المساء ظهرت بعض السحب الغيوم والركامية في مرتفعات تبوك وأجزاء من الحدود الأردنية السعودية. خلال الأيام القادمة وتحديدا خلال 24 من المتوقع أن تكون الفرص حاضرة للمزيد من الهطولات المطرية غدا نهارا بمشيئة الله تعالى فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، تشمل مرتفعات أبها وأحيانا مرتفعات الباحة وربما تمتد شمالا إلى المرتفعات الجنوبية من الطائف. على الجانب الآخر، في المناطق الشمالية من المملكة بما فيها عرعر هناك فرصة لأن تتعرض تلك المناطق لزخات رعدية من الأمطار خاصة مع ساعات المساء بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء صافية، درجة حرارة 29 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من عرعر فرصة لبعض الأمطار الرعدية كما ذكرنا 39 إلى 28، 40 إلى 29 في سكاكا و39 إلى 27 في تبوك والأجواء مستقرة. في المناطق الغربية 44 درجة مئوية في المدينة المنورة، 37 في جدة، 42 في مكة المكرمة، في حين تكون 33 درجة مئوية في الطائف مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار لكن خاصة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية من الطائف. في جبال جنوب غرب المملكة هناك أمطار رعدية متوقعة غدا، 30 إلى 20 في أبها، 27 إلى 23 في الباحة، ومن 35 إلى 33 في جازان. المناطق الشرقية الإحساء تبقى هناك بعض الموجات الغبارية لكنها تخف تدريجيا، 43 إلى 30 غدا في الإحساء، 40 إلى 29 في الدمام مع نشاط في سرعة الرياح، وتكون من 40 إلى 31 في حفر الباطن. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض من 41 إلى 27 أجواء قليلا أقل بها درجات حرارة مما كانت عليه في الأيام الماضية، في القصيم 41 إلى 28، أما في حائل من 38 إلى 28 درجة مئوية. هذا كما لدينا بشأن الأحوال الجوية، لكن قبل الختام هناك توقعات الأحوال الجوية بالنسبة لثلاثة أيام القادمة، تكون في الأحد 41 إلى 27 في الرياض، الاثنين 42 إلى 29، والثلاثاء من 43 إلى 31 درجة مئوية. لمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية المتوقعة خلال بقية هذا الأسبوع يمكنكم مشاهدة ومتابعة النشرة الجوية الأسبوعية في فيديو آخر. هذا كان كما لدينا إذن بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.